بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شفت في الباج الكل، في الصفحات الكل، في برشا مواقع اللي تونس كلها تفيقوا، يا ناس فيقوا يا فايقين باللعبة، الحمد لله اللي تونس فايق باللعبة، لكن ناقص وينكم؟ سي بون انك تعرف الحاجة، لكن وين التطبيق؟ وين العمل؟ باهي كي فايقين هاكم ما فقتوش، يخرجوا للشارع هما، اخرجوا اعملوا حاجه. بس هي فما مظاهرات، فما خرجوا الناس اليوم، انا على اثنين خرجوا، لكن ما هيش في المستوى المطلوب، ناقصه. نحبوا مسيرات كيما اللي صارت في نهار 14 جانفي، الناس الكل خرجت، الولايات الكل خرج، نحبوا مسيرات الفيه بالالاف، نحب عادش كاي حتى مليونيه، الناس الكل تخرج، الولايات الكل، يعني يخرج الشباب، الناس الكل ماذا بينا يخرجوا معاهم الناس اللي اطروهم، النقابيين، المحامين، اصحاب الاحزاب والنقابات، نخرجوا الناس الكل، هذه قضايتنا الناس الكل. شنو هي الناس شاده المواقع بتاعها، شاده الديار، شاده الاورجيناتور بتاعهم، وفيقوا يا ناس وحضروا هكا ولاهين بحكايات فارغه بثوره الشعب التونسي، ويمجدوا ويهلوا الى اخره. صحيح فرحانين، لكن مش تو وقت الفرحه، مازالت ما كملتش الحكايه. لاهين بالميليشيات والى اخره، وكان حكايه هذيك حكايه مهمشه، حكايه فارغه ديجا ماتت، ماهيش ما عندهاش اهميه كما القضايا بتاعنا هذيا توا. لازمنا نخرجوا ونطالبوا، مش حتى نطالبوا بالقوه، لازمنا نطالب باش يتنحى حزب التجمع الدستوري، هذا الحزب الارهابي المجرم اللي تابع المجرم بن علي. ما كاين، ما عملنا حتى شيء، اذا قاعدين هكا والحكومه واللغه العاميه، هاللعبه العاميه هنا، حكومه وقاعده كلها هكا، وثلاثة احزاب معارضه، احزاب كرتونيه، ما جات حتى شيء. لازم الناس الكل تخرج، في الرجال القصير نخرجوا، التابع الولايات الداخليه الكل في السقف، نحبوا كيما كانت في 14 جانفي، في 30,000 ولا 40,000 قداش، خلينا نخرجوا الناس الكل تخرج، نحب الناس الكل تعبي، يبارك فيكم، عبيوه. اهم حاجه توا لازمنا نعملوا اربع حاجات باش نضمنوا اللي احنا خذينا حقنا وعملنا حريتنا وكرامتنا. لازمنا نهاجموا الحزب التجمع، المبنى بتاع التجمع الدستوري الديمقراطي في السونتر فيل، الداخليه ندخلوا لها، الاذاعه نحيطوها، نحيطوا بها وندخلوا لها، والمجلس المستشارين كله نحيوه. دونك هذه فكره من عندي انا، جماعه حي التضامن، الانطلاقه الى اخره، اللي يسكنوا بجنبان بكل، حي الزهور، سيدي حسين الى اخره، بكلهم، اي حد قصر سعيد اللي يسكن بجنب داره الى اخره، هذاك الناس الكل تخرج للمجلس، مجلس المستشارين، وتهاجموا. ووقتها يعني الرمزيه هذيك نعرف اللي احنا ضمننا الحرية بتاعنا، نهاجموا مجلس المستشارين باش نعرفوهم اللي احنا مش مستعفين بدستورهم. احنا كي اسقطنا نهار 14 جانفي طالبنا باسقاط بن علي، معناتها نسقطوا الرمز بن علي والحزب بتاعه والحكومة بتاعه ودستوره، كل شيء نسقطوه. ما صار حتى شيء من هذا، صار جست بن علي اتحطوا، مش حتى اسقطناه، مخلوع يخلق عظامه من لحمه، يخلع كل مفصل في بدنه يخلعهوله، لكن كمان ما دام قاعد الحكومة تتصل به، قاعدين فما دي كونتاكت، معناتها ما عملنا حتى شيء. لازم هذا الكل يصير، لازم مجلس المستشارين نقتحموا، المجلس التجمع الدستوري، دار التجمع الكبيرة هذيك في الكروازمون محمد الخامس لافنو، زاد نقتحموها، اللي يسكنوا في العاصمه الكل، حتى من الاحواز كلهم يجيو، غاديكا نحبوا مسيره مليونيه، غاديكا نطالبوا نقتحموا الاذاعه، لازم ومعنا النقابيين والى اخره واصحاب احزاب المعارضه بالرسمي، المعارضه بالرسمي، نقتحموا الاذاعه ونعلنوا اللي الشعب هو اللي خلى السلطه توا. قاعدين لك المناظر اللي في اللمباء ولا الحكايه تاع المخادعين اللي يلحسوا في نهار واحد تقلبوا 180 دقيقة. ندخلوا لها ونعملوا اللي احنا خذينا السلطه واسقطنا الدستور، ما هوش دستورنا هذاك، فهمني؟ ونزيدوا نقتحموا الداخليه، عارفين عندي حكايه اخرى، عارفين اللي الامن يمكن باش يهاجمنا، دونك يا ناس تصيحوا، سبحان الله، رجال التضامن والكباريه والجبل الاحمر الى اخره، في عركه واحده، في عركه بركه، في ولاد حمر يجيبوا سيوفه والى اخره، وقوم الدنيا، راه الناس تخاف منكم يا رجال التضامن، الجبل الاحمر، الكباريه، الملافين، اخرجوا ما خرجوا حتى بالسيوف الى اخره، هذا حقكم، ثورتكم باش يسرقوها، احنا طلبنا بحريتنا وكرامتنا باش يسرقونا الحريه بتاعنا، هذه ما عملنا حتى شيء، دونك نخرجوا ونطالبوا، رانا ما زلنا حتى يمكن حتى 50% ما عملناهاش من الثوره هذيك، رجعونا للبريس كازيرو مادام كازا قنوشي هذا عمل حكايه ولا فيلم بتاعه هذه.
لازمنا نخرجوا الناس الكل تخرج، كل اطياف المجتمع، كلنا طفلنا كبيرنا يعني افكارنا الحزبيه ولا الى اخره السياسيه وكل شيء لازمنا نخرجوا حتى الدينيه فهمي، لان محمد رسول الله الناس الكل تخرج نتفقوا احنا نهار واحد تخرج فيه الناس الكل تطالب بالمطالب هذية، اسقاط الدستور اولا، اسقاط الحكومه، وبربي بربي بربي نداء للجيش بربي راني صوتي انا نعبر على 10 ملايين فوز بربي يا جيش بربي راك قعدت امنا الوحيد يعني انت المؤسسه الوحيده النزيهه اللي قعدت لنا، انت المؤسسه النزيهه اللي قعدت لنا بربي انقلب على الحكم ما تخليهمش يكملوا الفيلم تاعهم المسرحيه ويضحكوا علينا ويخدعونا بربي بربي يا جيش انقلب راه التوانسه الكل معاك يا رشيد عمار ولا الكوادر في الجيش النزهه الشرفاء الكل بربي اعملوا انقلاب على الحكم احبسوا الحكومه الكل احبسوها الكل باش ما تعملش مخطط واللي تظهر ونحاكموهم على اعمالهم فسدهم واللي تظهر براءته وقتها نخرجوهم من الحبس مش نخليهم طلقاء كيكه وبعد واللي تظهر يظهر فسادهم ندخلوه هنا ندخلوهم الكل الحبس باش ما يعملوا حد شيء باش ما يخطوا حد شيء حتى فساد حتى جريمه الى اخره في بلادنا واللي تظهر براءته ويخرج بربي يا جيش راك انت املنا بعد ربي سبحانه دونك نعم محمد رسول الله اعلن اعلن انقلاب الشعب التونسي كلنا معاك كل معاك وقتها تخلي في الوقت هذاك في الوقت اللي انت خديت الحكم وعلنت سيطرتك على الحكم وقتها يصير دستور جديد كل اطياف الشعب هي تتفق على الدستور هذاك وتبنيه تبنيه وتعمل يعني بصغيرها وكبيرها ونعمل استفتاء على بنوده والكل ويصير تصير الانتخابات الحره والنزيهه للرئيس الجديد بربي هذه رسالة للجيش والتوانسة بربي اخرجوا يا توانسة رانا مهمنا حد شيء رانا شديدوا لي زوجينا واللي هذا هانا نعرف فيكين فيكين وما تحركتوش ما عملتوا حتى شيء اتحركوا صحيح صارت مسيرات اللي كانت صغيرة نحبوها كبيرة في نهار واحد سبحان الله نهار 24 في ظرف ساعات اسقطنا كل شيء نكملوا نخرجوا الناس الكل باش نتعبوا شوية ما فيها باس معناتها ما تخليوش يصرفونا الناس اللي ماتت اخواتي مغتصبات الناس شوف قداش الناس خرجت البرد شوف قداش من ليله في البرد وفي الظلام الى اخره ندافعوا على حومنا يجيو يسرقوا لنا ثورتنا هذه بربي ما تخليهمش بربي هذا نداء للشعب التونسي الكل اخرجوا اتحركوا ربي يبارك فيكم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والسلام عليكم ورحمه الله.